السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن المشاكل اللي نواجهها في مجال الأعشاب هي مشكلة المضغة، مكونات المضغة وما هي المحاذير وعدد الأعشاب اللي مخلوطة به. أغلب الناس يجي يقول لك انطيني مضغة ولد، مضغة بنية. مضغة البنية مرة لأن طبعها حار. هذه تعتبر خرافات ومفاهيم خاطئة، يجب أن نصححها. ويجي يقول لك انطيني الاعشاب كون بيها فد 8 إلى 10 أعشاب، يعني هاي ال10 أعشاب كلها راح تشتغل بمعدة الطفل اللي هو عمره يوم او من يوم الى سنة او من يوم الى 6 أشهر، وهي صحيا ممنوعة الاعشاب صحيا من يوم عمر يوم واحد الى 6 أشهر وللوقاية لمدة سنة، لكن احنا ننطي عشبات قليلة ضمن جرعات كلش دقيقة. زين انت تخليها تريدها مرة مضغة البنية مرة يا بليش، لان طبعها حار. انت تعرف بين العلش المر اصلا ممنوع لهيك عمر؟ هاي من ضمن المعلومات لازم نعرفها. يعني انت تريد تنطي 8 إلى 10 أعشاب يستخدمها الطفل، ما تعرف هاي يأثر بيه، ما يتحملها، خاصة اذا يرضع من صدر امه. احنا ننطي من عمر يوم او الى عمر 6 أشهر او الى سنة. ننطي، انا بالنسبة لي انطي بس اليانسون فقط، ومرات كلش اذا اشوفه يلح يعني انطي عشبتين، اقول له كلش كافي. وهي مشكلة، يعني هو هم اللي يجيك يقول لك انا دزوني وشلون قالوا لي. هو هذا غلط يا اخي. انطي ملعقة صغيرة من البذور اليانسون على استكان مي ويتفور يتصفى، وتاخذ ملعقة صغيرة تعطيها للطفل 3 مرات باليوم. كل مرة حاول تسوي وجبة جديدة حتى ما يتلوث اللي راح ضمل غير وقت. هذا هو هذا المفهوم الصحيح. يعني انت تقدر تروح له بالصيدلية تقول له انطيني الدواء سعال للولد وعندي دواء سعال للبنية اريدك تنطيه، يختلف. هو نفس الشيء، الاعشاب تشتغل على الصغير والكبير، لكن تختلف الأعمار وتختلف الجرعات والأعشاب. مو كل شخص يتحملها. شنو انت يقول انا انطي قلاص اعشاب يعبيه بالممه وينطي للطفل جرعة مال ابو عمر 35 و40 سنة. هذه مفاهيم خاطئة يجب ان نصححها. وهذا انا الجرعة ذكرتها لكم، وان شاء الله تفيدكم، وحاولوا تكونون يعني على حذر، خاصة للأطفال الرضع اللي يرضعون من صدر أمهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.